رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنشوف فيها اخر اللي اتقال واخر اللي حصل على السوشيال ميديا الخاصه بنجوم كره القدم. وهنبتدي مع محمود وحيد لاعب النادي الاهلي الجديد اللي كتب على تويتر بعد مباراه امبارح مع الداخليه: القادم افضل، الاهلي فوق الجميع. كمان احمد حسن كوك لاعب اولمبياكوس اليوناني نشر صوره ليه مع محمد هاني لاعب النادي الاهلي على الانستجرام وكتب: هو اخويا مش بالدم لكن بالقلب. كمان نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي صوره على الانستجرام، صوره طبعا دي من فرحه اللي كان يوم الاربعاء اللي فات في القاهره، وكتب: كل شيء بالنسبه لي، بنبارك طبعا لتريزيجيه على زفافه وبنتمنى له اكيد حياه سعيده ان شاء الله. نروح بقى للنجوم عالميا، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الانجليزي نشر على انستجرام صوره ليه من مباراه امبارح مع الارسنال واللي تالق فيها واحرز فيها هاتريك وانتهت بنتيجه 5-1، كتب فيرمينو: فوز عظيم يا اصدقاء. كمان نشر جيمس ميلنر نفس الصوره وعلى طبعا الانستغرام برضو كتب: الهاتريك البرازيلي الممتاز بالقدم اليمنى بالقدم اليسرى وبدون ان ينظر. برضو نشر ساديو ماني صوره على الانستغرام من المباراه وكتب: بوبي توقف عن خلط كره القدم بالكارثيه. نشر كمان فابينو صورة على تويتر من المباراة وكتب: فوز آخر مهم، نحن في طريقنا، مبروك، وخصوصا مبروك لفيرمينو. برضو نشر شاكيري صورة على تويتر وكتب: يا له من فوز، أحسنتم. نشر روبرتسون صورة على تويتر وكتب: يا لها من طريقة ننهي بها 2018 في الأنفيلد رود، شكرا لكم جميعا على دعمكم، نراكم في السنة الجديدة. لالانا كمان على الانستغرام نشر صورة من المباراة وكتب: طريقة سحرية للخروج من 2018، كان أنفيلد متوهج، لقد كان اللاعبين في كامل تركيزهم من أجل الفوز، إلى المباراة التالية لنفعلها مرة أخرى. في إيطاليا بقى نشر باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي صورة لي على الانستغرام من مباراة سامبدوريا واللي انتهت بفوز اليوفي 2-1 وكتب: وداعا 2018، انتصار جميل لاستقبال السنة بكل ارتياح. كمان نشر أميري على الانستغرام صورة لي من المباراة وكتب: يا لها من طريقة لإنهاء السنة، نتطلع إلى ما سوف تجلب لنا 2019. كمان كاليرو كوليبالي لاعب نابولي اللي بيتعرض دلوقتي طبعا لهتافات عنصرية واللي لقى دعم كبير جدا من الجماهير ومن اللعيبة الكبار، نشر صور على تويتر من مباراة امبارح مع بولونيا في الدوري الإيطالي واللي انتهت بفوز نابولي 3-2 وكتب: ستبقى مشاعر هذا اليوم وهذا النصر إلي في قلبي للأبد. كمان نشر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي صورة على تويتر وكتب: أنهينا السنة بانتصار، فوزنا بالتحدي وعملنا جيدا، الآن نحن نستعد ل 2019، سنة جديدة سعيدة. نشر كمان كورتوا حارس مرمى ريال مدريد صورة على الانستغرام في دبي وكتب: وداعا دبي، أراك في المرة القادمة. وتيرون باتينج لاعب بايرن ميونخ الالماني نشر صوره على انستغرام في العاصمه الغنيه اكرا وكتب: استمتعت حقا اليوم مع بعض الاطفال المحليين الموهوبين، الجميع لديه الحق في اللعب. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده دكتور طارق الادور الناقد والمعلق الرياضي.